من مدينة الجمال، مدينة إربد، عروس الشمال. نحييكم لننقل لكم أولى لقاءات الجولة رقم 16، واللقاء الأول الذي يجمع نادي الرمثة ونادي السلط. نعم، كلاهما يبحثان عن النقاط الثلاثة، وإن كان الغزلان يريدون تأمين المركز الرابع والاقتراب أكثر وأكثر إلى المراكز الثلاثة. في الأمام عمار رهيب الذي أعاد شيئا من بريقه في الأسابيع الماضية، يحقق نتائج إيجابية مع عمار الزريقي، ويسعى السلط لأن يستمر بمسلسل الانتصارات. الرمثة والسلط في أولى لقاءات الجولة رقم 16، وبنفس التوقيت هناك لقاء آخر يجمع شباب الأردن هو معان. نعم، شعار واحد. هناك إبراهيم الخب، عامر أبو هضيب، لاعب ارتكاز، مجد الثعبي وأحمد السلمان على الأجنحة، وبشار ديابات خلف المهاجم الشاب هاشم بني خالد. هذه تشكيلة وسيم بسور. وبالنسبة لتشكيلة عمار الزريقي في حراسة المرمى، قطيبة أحسان، عناصر الدفاع عبد الله مناصرة، محمد مصطفى، محمد زريقات، عصام سميري. أما خط الوسط على جهة اليمنى عند بشار لاعب الأولمبيا السلام. الله يا حكم الراية، لو خليتها يا حكم الراية. الله على لقطة يا المساعد الثاني أحمد محسن. شوف الكرة للغزلان يا محلاها، شوف تمريرة بشار، تمريرة بشار، وشوف على طول. الله 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 على المقصية، الله على المقصية وعلى كرة رمثوية. يا السلام لو خليتها يا المساعد الثاني، لكن هدف أبيض وكرة ماضية ألغيت للغزلان. رغم من كل المعيقات ومن كل المشاكل إلا أنهم يحتلون المركز الرابع، يحتلون المركز الرابع. لو كان هناك تعاقدات، الله، ليلة المقصيات، ليلة المقصيات الليلة. الكرة الماضية والجميلة التي كانت من الظهير الأيمن الغزلان أحمد المغربي. حلو يا أحمد. ناديين من العاصمة، إن كان الفيصلي والحسين الأقرب بالمنافسة، والأخطر وكرة. الله يا عيني على كرة وعلى تسديدة من أحمد السلمان. شوف المرور يا أحمد، يا حلاوتك يا أحمد، وتسديدة أحمد السلمان. شوف كيف مر وسدته على طول، ولكن قطيبة دعسان، قطيبة حاضر بشكل جميل وممتاز، وإخراج الكرة هي كرة هاشم تسديدة. أن نرى الشباك تهتز هنا وهناك. السميري للسحص، عصام، عرضية عصام، لكن التدخل من الدرايسة عادت رمثوية، لكن للسلط. وبالنهاية تأتي صافرة حكم اللقاء محمد مفيد ليعلن عن نهاية مجريات الشوط الأول من هذا اللقاء. مدينة إربد الجميلة بأهلها وناسها، بالعروسة الجميلة، مدينة إربد التي تحتضن هذا اللقاء. سريع مجز والتغطية، مجز رهيب، مجز ومعه أبو زريق، مازال مجز السلام إلى أحمد وتسديدة، ولكن قطيبة. كرة الآن انطلاقة للرمتة تلعب. الله يا إلهي، على كرة مرت من الجميع، سلمت على الجميع ومرت. شوف التمريرة، شوف شوف الكرة العرضية المثالية، مرت وعبرت على كرة خطيرة، كرة خطيرة للرمتة. شوف مرت منك يا أحمد، مرت منك يا أحمد، أنت ونديوف. أصلت نقطة هنا من ملعب صعب، من ملعب الخزلان. هنا مصطفى
حفل الرمزة بوقف قاتل باللاعب قاتل بالخطأ قاتل منك يا مصطفى. شوف الكرة شوف الكرة وهدف هدف 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 رمزاوي هدف للرمزة يا غدارة يا كرة القدم يا غدارة. هدف رمزاوي من خالد ديابات ندى يوم خطفها ليلة وليلة ليلة رمزاوية يا محلاها ليلة. لا يا مصطفى شوف الخطأ شوف العسولي شوف الضغط. لا يا مصطفى وهدف للغزلان قاتل قاتل آخر الصفحات في آخر الكرات تسديد الله يا ساتر من الرهيب الله على كرة. شوف التحضير يا محلا والتسديدة لكن تحولت إلى ركنية. الله على لحظات أخيرة الله على لحظات أخيرة. الصلت يقول نحن ما زلنا هنا نحن على قيد الحياة على السميري عرضية من أجل العودة لكن دفاعات الرمزة دفاعات الرمزة. الله على لم كرة لمها كأنه يغازلها كأنه يغازلها. هنا التغطية هنا الخطأ هنا الخطأ من محمد مفيد ومع هذا الخطأ تأتي صافرة محمد مفيد ليعلن مع هذه اللقطة الجميلة نعم عن نهاية هذا اللقاء بفوز الرمزة بهدف مقابل لا شيء. الرمزة يصل إلى النقطة 25 في المركز الرابع وصلت يبقى عند النقطة رقم 16 في المركز السادس. مبروك للرمزة هارد لك للصلت.